احنا دايما كل سنه زي ما قلنا ان احنا عندنا سيشنز للنواب بتبقى الى حد كبير الغرض منها ان احنا نشجع النواب ان هم دايما يظهروا فيعني بيتهم هو اول مكان نقدر نخليهم يتعودوا ان هم يقولوا برزنتيشن. ده كان الغرض من الموضوع ده السنه دي عشان ان شاء الله يبقوا دايما جاهزين للبرزنتيشنز بقى في المؤتمرات الثانيه ومؤتمرات الجمعيه ان شاء الله المؤتمرات الدوليه وكل حاجه يعني بالتوفيق. يعني احنا معانا مروة اشرف هتقدم لنا كيس من الكاردياك ايمجينج. مساء الخير، مروة اشرف راديولوجي ريزيدنت. النهارده هقدم حاله بتيجي كتير في حالات الطوارئ. هو عيان 76-year-old hypertensive male patient presented to the ER department with acute severe chest pain. العيان ده اتعمل له ايكو وبناء على الايكو اتطلب له سيتي اورتوغرافي. هنشوف مع بعض several key imaging من الفحص. احنا ما قدرناش نحط الفحص كله for the scope of the presentation، بس واضح عندنا هنا ان في زي two lumens كده جوه البرانشز بتاعت القرش. هننزل شويه نفس الصوره واضحه معانا، عملنا لها تريسنج لحد تحت. هنا في الصوره دي واضح هنا ان ده الانتري بوينت بتاعت الفلاب دي. كملنا معاه شفنا دي الميجر اورتيك برانشز. هنا طالع السيليك طالع والدنسيتي بتاعته شبه اليومن اللي هو طالع منه وطالع الدنسيتي كويسه. بعدين السوبيريور ميزنتريك ارتري ودول البوث رينال ارتريز. لو نلاحظ هنا الرايت رينال ارتري باين اوباسيفايد كويس، الليفت رينال ارتري لا مش اوباسيفايد كويس، ليس دنس، والليفت كيدني هايبو دنس عن يعني ليس برفيوز عن الرايت. وهنا الفلاب دي واصله لحد الليفت ايلياك ارتري. طيب ده هنشخصه ايه؟ حاله المفروض ان هي واضحه اورتيك دايسكشن. طيب هي فعلا حاله اكيوت اورتيك دايسكشن ستانفورد ايه زي ما شفنا في صوره في الاول ان الفلاب باينه بدأ من اول الاسندنج اورت. طيب ايه هو الاسندنج ايه هو الستانفورد كلاسيفيكيشن وايه اهميته؟ ستانفورد تايب ايه ده بي انفولف الاسندنج اورتا والارش، ممكن يبقى معاه او لا الديسندنج اورتا. طيب ستانفورد بي لا بيبقى ديسندنج اورتا بس ديستال تو ذا ليفت سبكليفيان ارتري. طب ايه اهميه ان انا افرق بين التو تايبس بتاعت الستانفورد؟ المانجمنت البلان اوف مانجمنت مختلف تماما. الستانفورد A بيبقى emergency surgical intervention، انما ستانفورد B لا ممكن يبقى follow up و medical treatment بس. طيب في حاجات تانية بتيجي ب same presentation زي aortic dissection. ايه هما؟ ال intramural hematoma دي مش هعرف اشخصها من غير pre contrast film عشان بتبان ك hyperdense lesion بره جوه الوول بتاعت ال artery، بتبقى بره ال intimal calcifications كده. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ البينيتريتنج اورتيك ألسر بتبان كاوت باوتش من الوول بتاع الارتري بتانتربت الكالسيفيكيشن لاين اللي على الانتما. طيب في كل حالات الاكيوت اورتيك سندروم ايه الموداليتي اوف تشويس؟ الاي سي جي جيتد اورتوغرافي. اهميه الاي سي جي جيتنج عشان افويد الارتيفاكتس اللي ممكن تخليني اميس دايجنوز الفلاب بالموشن ارتيفاكت. طيب ده بالنسبه للتشخيص اللي العيان جاي بيه اكيوت برزنتيشن. في حاجه تانية غريبه لقيناها في الصور اللي قدامنا دي، كان ان هي في فيسل هنا المفروض ان انا نورمالي مش بشوف اي فيسل على جنب الارش بالشكل ده. عملنا له باي تريسنج لقيناه على الليفت سايد داخل في السوبيريور بالمونري فين وماشي عامل بريدجنج قدام الارش وصل للليفت بريكيوسيفاليك فين للاس في سي. وده كان واضح في صوره من اللي احنا شفناهم في الاول ان في فوليوم اوفرلود على الرايت سايد وفي رايت اتريال دايلاتيشن. طيب ده بنسميه ايه؟ دي حاجه اسمها بارشال انوماليز فينوس ريتيرن، لما البالمونري فينز ترجع على السيستميك سيركيليشن. في لي سب تايبس، في سوبرا كاردييك زي الحاله بتاعتنا دي، وفي انفرا كاردييك بيبقى البالمونري فينز بتصب في الاي في سي او الهيباتيك فينز او البورتال فين، او في كاردييك بيدخلوا على الكورونري ساينس او دايركتلي على الرايت اتريوم، وفي ميكس بين الانواع دي. دي تيك هوم مسج، الحاجه البسيطه اللي نقدر نستفيدها النهارده ان الموداليتي اوف تشويس في حالات الاورتيك دايسكشن او الاكيوت اورتيك سندروم هو اي سي جي جيتد اورتوغرافي، وما ننساش خالص البري كونتراست فيز عشان اكسكلود الانترميورال هيماتوما. وحاجه ثانيه ان احنا نافويد ساتسفاكشن اوف سيرش، يعني لما ان انا خلاص لقيت الفايندنج اللي بيفسر حاله العيان دلوقتي ده مش كفايه ولازم ابص على كل حاجه ثانيه. شكرا.